نتحول إلى هناك مع حضراتكم مشاهدينا الزميلة ليندا عبد اللطيف موفدة التلفزيون المصري، تقدم لنا لقاء مع موجان أسجاري مؤسس شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش المنتدى. نتابع مع حضراتكم. الأستاذة موجان أسجاري مؤسسة شريكة في شركة وومن ان اي اي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. في البداية، هل من الممكن أن تحدثينا عن الموضوعات التي ناقشتها في هذه الجلسة؟ أشكرك شكراً جزيلاً. في هذه الجلسة تحدثت عن الذكاء الاصطناعي والمفاهيم الخاصة به، وأحد الموضوعات التي ركزنا عليها خلال الجلسة هي كيف يمكن أن ندعم النساء وبصفة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. وأيضاً كان هناك موضوع آخر حول موضوع الميتافيرس، الواقع الافتراضي. أيضا ناقشنا العديد من الأمور الخاصة بالتكنولوجيات واستخداماتها بشكل أساسي وبصفة خاصة في وقت الجائحة، وكيف ممكن أن يؤثر ذلك؟ هل هذا أيضا يساعد أن يتم الاعتماد عليه بشكل كبير؟ وكيف يمكن أن نوظف ذلك أفضل الحلول وأفضل النتائج؟ ما هي التوصيات الخاصة بتلك الجلسة؟ فيما يتعلق بتمكين المرأة في هذه المجالات، كانت توصياتي أن نركز على التعليم. لذا كان هناك الكثير من المتحدثين الذين تحدثوا عن التعليم وأهميته. التعليم يبدأ كنوال المجتمع بداية من الأسرة والأب والأم، ويجب أن يكونوا واعيين للفرص التي نستطيع أن نحققها من البدايات الأولى. لذا على المؤسسات التعليمية والأكاديمية أن تعمل بشكل متعاون، وأن يكون هناك أسلوب عملي وأن تشارك فيه الشركات. أيضا الشركات يجب أن يكون لديها برامج تدريبية للعاملين للتغلب على أي عقبات تقابلهم، وأيضا أن يكون هناك استشراف للوظائف الجديدة التي يمكن أن تكون موجودة في المستقبل والهرم الخاص بالقوى العاملة. بسبب هذا فإننا لسوء الحظ رأينا أن النساء أكثر تضررا من تلك الأزمة وفقدوا وظائفهم، وكان الأمر يحتاج لتدخل تكنولوجي. هذا ما نحتاج دائما لرفع الكفاءات، وأمر هام لدعم النساء. أما فيما يتعلق بموضوع الميتافيرس واستخداماته وفائدة تلك التكنولوجيا، فإن الشيء الأساسي الذي ركزنا عليه هو الاتصالات كبشر، وأن يكون هناك تواصل في أي شيء نقوم به في هذه الحياة. هذا هو أساس وجودنا في الحياة، وإذا ما كنا نستخدم التكنولوجيا للابتعاد عن بعضنا البعض وأن تحل التكنولوجيا محل التواصل، فإن هذه هي الطريقة الخطأ للتعامل مع هذه التكنولوجيا. التكنولوجيا موجودة لمساعدتنا لأننا بشر، ولا يجب أن ننسى هذا الأمر. يجب أن نحسن استخدام هذه التكنولوجيا. شكرا ليندا عبد اللطيف على هذا اللقاء.